إدارات قالت تالياني فايس كيفو شي يعمل العار بصراحة تيما سيرتو ذوك الناس الكبار اللي مازالوا يخدموا غاديكا فهمتني معناها تلقاها تفصص في الجلبانة في بوصة تفصص في الجلبانة وما على بالهاش هاي مشيت للتواليت تكافي سيجارو هاي مشيت من هوني والمواطن أربع كعبات باش يقضيو نص نهار عليه فما ناس مساكن يعني بيهم ربي يبدو جايين من بعيد طب مثلا انا كنت في الداخليه تويك الحق على ربي عاملوني بالباهي وخدموا بالباهي وعباده منظمه هكيك احنا نحبوا مش بوصه تمشي البوصه ولا تمشي اداره باش تطلع ورقه يبعثوك 100,000 مره برا غادي برا غادي برا غادي ما فماش تنظيم جمله 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 بصراحه علاه ما يخدموش الشباب علاه الكبار هذوك كيما تنجمش روحك شد دارك المواطن هو المتضرر بالحق والله تونس صدقني 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 ربي يستر وكا هاو هذاك شو يقول واحد اقسم بالله فما معناها كيفاش نفسر لك اعطيني حدد لي بالضبط شنو هما الادارات وشنو التعامل مع العباد وشنو خدمتهم وشنو كيفاش الظروف اخطر الظروف خويا خاطر يخلصوا جوهم باهي ولاباس عليهم معناها العبد هو الزوالي هو اللي ماشي في الواحد معناها تمشي الاداره التونسيه تمرض وتروح معناها تحكي لي في الادارات الحكوميه تو انا باش نمشي مثلا نعطيك اي اداره مثلا ستيك ما نعرفش انا بوستا تمشي تدخل تلقى يلعب في الرمي على الاورديناتور لعبه الشاي الصف والاخرى تحكي على فطور جلبانه ودرا شنايا وتحكي لي سلبيه مانيش تحبها تحبها بالسيف سلبيه هي بطبيعتها سلبيه هي قاعده على الكرسي سلبيه وتغزر لك هكا درا كيفاش انت معلم اش تعمل لهنا دخلت لها لدارها تحكي على فطور هي وجارتها علاش داخل انت؟ داخل انت باش تخلص خي سامحني لقيت معناها وخذت برا خلينا ندخل نعمل قهوه في الاداره في ستيك ولا في ما نعرفش انا في البوسطه ولا في السوناد ولا ما كيس سوا ما نعرفش اي اداره تلقى ملي داخل في البيع وانت ماشي خويا لا تنظيم لا ما تحكي على حد شيء في الاداره التونسيه بالنسبه للوظيفه العموميه حد ما هو قاعد يخدم كلها تجي ثمانيه باش يبدا لك الخدمه التسعه نتاع الصباح حتى لين يشرب قهوته حتى لين يجيبوا له الكرواسون حتى يجيبوا له دابوزه ماء باش من بعد يتفقد ويتكيف سيجارو في عقله ومن بعد باش يتلفت للمواطن المواطن هو في الادارات قاعد يقاسي تصور يا مدام انسان مريض بالقلب وعنده الدم وعنده السكر وهما كيك 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 لا حياة اللي ما تناديش يهموا فيك تموت تحيا تاكل تشرب تتغطى ما يهموا فيك حتى شيء الموظف اللي في القطاعات في الادارات الحكوميه حتى واحد ما هو قاعد يقوم بواجبه على احسن ما يرام اكيد بالنسبه للاداره التونسيه ما زالت تعاني في برشا مشاكل اهمها اني يعني تعطيل مصلحه المواطن وهذا يعني يتعلق بجوانب كبيره بالنسبه للاداري في تكوينه تاع الخدمه ولا تكوينه الاخلاقي ولا تكوينه المجتمعي. المشكله هذه كبيره الحقيقه انه الشعب التونسي خاصه الناس يعانيوا منها وما ننساوش اللي العباد اللي تخدم في الاداره هم اولاد المجتمع. دونك النيفو الاخلاقي اللي موجود عندنا في المجتمع هو اللي يعطينا الاداريين. اليوم عندنا تكركير في المجتمع الخدمه كل مجالات العمل الكل فيها تكركير مش كان في الاداره. بالطبيعه باش تلقى عندنا اداره تكركر. تلقى واحد يغطي على زميله وتلقى واحد بالمحاباه تلقى واحد ماهوش منظم وفيهم عباد زادة للأمانة فيهم عباد باهين قاعدين يخدموا أما صحيح النسبة الباهية ماهيش طاغية لأنه يعني المواطن الكل بصفة عامة في الإدارات الكل الإدارات العمومية خاصة اللي عليها ضغط كبير يعني تلقى المواطن يعاني في معاناة والمحاباة كان الإدارات تاع الدولة ياخذوا في الشهرية ما على بالهمش ما على بالهمش بغير ما على بالهم ما فماش رقابة ما فماش كون يراقبهم وهما ديارهم يحكموا كما يحبوا يعملوا كما يحبوا الرشوه ما نحكي لكش باش تعمل ورقه برا عقد انا نعيش لبرا قلت لك ما فماش الشيء هذا غاد نظام والله مواطن مضر منه مواطن والدوله كذلك على خاطر ما تراقبش فيهم الدوله كذلك يا اخي علاش ولينا هكايا احنا علاش ولينا هكايا وما ما فماش ضمير ما عندهمش ضمير انا ما نجمش نجمع تلقى نقول لك يمكن 3% اما باقي ما بقي قسما بالله ما نكذبش عليك انا اوراقي كل نعملهم البر على هما باسبوري نعملوا في تونس باش نحكي لك انا موضوع توا ديجا هما اوراق في الاداره انت تحكي
انا صحيح باش تقولي غلط بافيت مش بافيت، اما انا عندي بافيت كنت داخل، اللي قبلي دخلوا من غير بافيتات ريسبونسابل في الاداره من غير بافيتات، معناها دخلوا لاباس خويا دخلوا، انا بحكم معناها ما نجمش. قلت له معلم انت ترجع فيا هكاك مع برا برا غادي، قلت له ديجا الزوز اللي خدام خليه يخدموا لهنا. اش معناه يخدموا لهنا؟ حتى في الاداره بالاكتاف تدخل لهنا تخدم، خلي ليه هيكل داخل البافيت. قلت له مسبقها في البيرو معناها، قلت له سي خويا ما فما لوجيك، انت تقول لي كيفاش اداره بالرسمي تمرض معناها لوجيك، خاطر هذا اللي يعيشوا فيه العباد. انت سمحت انت كان نسك تدخل لي نفس الموضوع، كنش عاد عندك اكتاف ديجا. اكثر القطاعات اللي فيها برشا مشاكل هي الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. راهو يا مدام ما عندكش فكره، دخلت انا بارازار للعمران مساحه العمران، ايجا شوف الكافلوطه اختي اللي راقد راقد واللي متوسد فهمتني خفيف صندوق باش ياخو يعملوا في الشيميو هذوما. بالله شيء غريب راه والله، انا وكان جات عندي مصوره انا ما نصورهم ونهبطهم، الله غالب ما عنديش يعني. من الاخر اختي نقصوا الموضوع، ما تنجم تعمل حتى شيء. انا نقول لك انا ما تنجم تعمل، اللي يسرق قال لك يغلب اللي حاحي، ما عاد تنجم حتى تعمل حتى شيء، حتى شيء زاده. انا نقول لك انا ما تصلحش، ولا كي تجيب لها شكون شكون كي تقوموش الزين وتجيبوا لنا مره ما تقوم لهاش قايمه. العباد الوعي ما ثماش، المواطن المواطن ماهوش منظم في حتى شيء. توا نحن الصباح شادين الصف فهمتني في الكنامه نتاع بن عروس، يجي واحد معناه على راسه وريشه كيما قال الفخفاخ، يدخل معناه ماهوش حاسب العباد اللي واقفه من السبعه نتاع الصباح، يجي يدخل شكونك انت؟ شكونك فهمني انت؟ فهمني شد الصف كالعباد اللي شاده من السبعه نتاع الصباح ومن السته نتاع الصباح، وهو لا تعاركنا معاه باش نكذب عليك، تعاركنا معاه. انا واحد من الناس قلت له يا اخي ماناش عباد نحن، ولا على راسك ريشه انت؟ شكونك انت؟ يماك مواطن مع العباد، انت مواطن مع العباد، جي خويا تشد صبك العباد، احترم العباد، هذا نحترم الناس انا وكاو. الحل عمره ما يكون فما حل بالنسبه لتونس وبالنسبه للعباد اللي قاعده في تخدم في تونس معنا. بالنسبه للعباد اللي قاعده هو كي يشد الكرسي ويلبس لك شيميز بيضة ولا صفاره عليه ولا كومبلي، ما معاهش حل. لقيت حل انت للعباد اللي ما معاش حل، تحكي معاك كلمتين تلقى روحك في المركز، صحيح ولا سمع مشكله؟ فماش حل، ما همش ما يخدموش بضمير، يخدم يجيك صباح يقوم صباح يبدا يعمل هكا تدخل معناه يعمل عليك مزيه ما عينوش يخدم، يقول لك ليه ولا عندي مشاكل ونخدم نخدم من الصباح للعشيه. تخدم كان انت يا بتخدم الصباح لليل وتخدم شموسات والله يعلم بها ربي، باش انت تجيب بيرو كليماتيزور خويا في الصيف جوك باهي، والبنوات لابسه درشنيه كذا كذا كذا، ويتفرهد السيد هو هز مرته هو هز صاحبته هز درشنيه، بعد يجي يقول لك لا والله انا خويا نخدم على كرسي باش تجي انت. باش نجي انا يا اخي؟ انا جيت انا عندي في جيبي زوز اوراق، ورقه ضوء ورقه ماء، ماشي باش نخلص؟ جاي باش نعمل بعدك؟ باش تعرف عليك؟ ما جاي باش نخلص على روحي الاوراق وباش نمشي معناها ما بينات انا وياك حتى خدمه بخلاف الحكايه هذيا. معناها انا جينا نلقاك متلفت الاوردوناتور وتلعب في الرمي ولا تحكي انت ودرا شكون، والاخرى مسيب مشي للبوفيت ولا صفاره عليهم كيف سبيطارات وكل شيء، هاو سبيطار وياك نفس الحكايه، تمشي انت راسك وجع فيك تروح بدنك كامل وجع فيك، يبدا تبدا تعيط وحدك في السبيطار، يبدا هو مع سيد روميو جولييت في في في, في البوفيتات. سجي قاعد تعمل لك هكا معناها انت كانك اقل حاجه باش تعمل انت وياه تلقى روحك في المركز، معناها انت ايش باش توصل معاه؟ ماهمش لاهيين بيك، انا مشي للسبيطار عليه. ماهم ريزه معاك امك معاك عمتك معاك خالتك معاك ما نعرفش معاك مرتك معاك مرتك حبله ما هما ليه هما ما يقدروش كي يقعد لك ما يقدروش، شوف فيهم حتى معاملتهم مع الكبار معناها. واحد صغير مثلا انا نلقى كيفاش نفك روحي معاه. مش عارف يمرقوا حتى في العباد الكبار تلقاهم راه شد الصف هما العياط عبارة من الاخر يشد مسؤولية في باله، مسؤولية معناها على بلاد ومسؤول على العباد ومسؤول معناها هو ريسبونسابل على الدنيا كل وهو الشيف. تونسي مازال يتعامل بمنطق رزق البليك، وهذا المنطق اللي ضرنا في تونس، وهذا المنطق اللي تربينا عليه العقود من الزمن. يعني ثم شكون من الشعب التونسي اليوم يتأسفوا على نظام قديم، اليوم الإدارة هي بنت النظام القديم، بنت دولة عمرها 60 سنة، بنت دولة اللي أسسها لحبيب بورقيبة وهم يعرف بالجمهورية الأولى. لكن اليوم الجمهورية الأولى دي أنجت لنا إدارة فاسدة بما في الكلمة من معنى، إدارة فاسدة
يعني نسبة الفساد اللي موجودة في تونس نسبة مرتفعة بما فيها فساد الإدارة، ولولا فساد الإدارة ما تلقاش فساد البرة، لولا ما تلقاش موظف فاسد ما تلقاش فساد آخر، لأن فساد الإدارة يتمثل في خاصة يعني التعقيدات الإدارية. أنا باش تجي تعمل أدنى مطلب يلزمك 20,000 وثيقة، جيب هذه، المواطن يفد، أرجع غدوة، إجا تو، فلان ماهوش موجود، هاي ناقصة طابعة، ناقصة صحاحة، معليش هذا كل معمل وثيقة واحدة وكهو، هذا من الفساد. المحاباة فلان على فلان، يعني وعدد الأشياء الأخرى، الرشوة، يوم الإدارة التونسية معبي بالرشوة، تاخذ في الرشوة، تحبوا ولا نكرهوا. اليوم الإدارة التونسية يعني مرات أنت تبدأ واقف على الباب باش تقضي مصلحتك وهو ما نعرفش فاش يتكلم في التليفون ولا يدخن في البيرو نتاعو ولا الله أعلم. أنا مظاهر الفساد عميقة وماهيش باش تصلح في عام واثنين إذا كان ما نسنولهاش قوانين زجرية وتتعلق بجميع القطاعات، راهي ماهيش كان في قطاع واحد ولا في اثنين.